ولأن هذه المباراة مباراة الزمالك وسموحة كانت الأمور التحكيمية فيها ربما أبرز من الأمور الفنية، فلازم يكون معايا الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. صباح الخير يا فندم، مشرفني ومنورني. ربنا يخليك. المباراة النهاردة تحكيميا بشكل عام شفتها ازاي؟ لا النهارده انا شايف ان النهارده محمود البنا ما كانش محمود البنا اللي نعرفه، الاداء النهارده التحكيمي مش مرضي تماما بالنسبه للتحكيم محمود البنا اللي احنا متعودين عليه. يمكن من الاسباب الاساسيه محمود البنا كان فار في ماتش الزمالك والبنك الاهلي، برده ما كانش التحكيم يومها محمد عادل ما كانش احسن حاجه مع محمود البنا كحكم فار، ومباشره جاء من حكم ماتش كفار لحكم ماتش الزمالك والبنك الاهلي لتعيينه كحكم ساحه في ماتش الزمالك النهارده وسموحه وسموحه والزمالك في ضغوط كبيره على حكم كبير. حكم كبير وحكم يستحمل الضغوط، لكن احنا في الاخر بشر يا كريم، وما كانش يجب بيجي من حكم فار في ماتش الزمالك والبنك الاهلي لحكم ساحه في ماتش سموحه. يعني هو كان فار في حكم الزمالك والبنك الاهلي والنهارده حكم ساحه في مباراه ايضا الماتش اللي التالي على طول مباشره حكم ساحه، ففار وساحه ورا بعض ده مش مقبول ابدا في التعيينات بالنسبه لحكم زي محمود البنا نفس الفريق. مفهوم تمام. طيب كابتن جهاد نبدا الحالات النهارده، والحالات كلها طبعا يعني حالات صعبه، يعني واعتقد انه ربما يكون في حالات اثرت على نتيجه المباراه، بس طبعا راي حضرتك. تمام. دي الحاله الاولى. طب قول لي يا كريم الحاله عشان انا مش قدامك على التلفزيون، انا سامع معاك وانا عارف الحالات يعني حاله بحاله كده معاك. ده انذار لم يشهر لابراهيم انضاي، عمل تاكلينج على لاعب سموحه وما خدش عليه انذار على القلم بالظبط. كان في تهور واضح من ابراهيم انضاي من خلف اللاعب سموحه، وبالتالي كان لازم مع الخطا اللي احتسبه محمود البنا كان لازم يشهر انذار كارت اصفر لابراهيم انضاي، ودي كانت في بدايه المباراه، والانذار ده كان مؤشر ان محمود البنا النهارده مش فايق. محمود البنا طبيعي في لقطه زي دي الانذار هيطلع سواء للزمالك سواء لسموحه، ومحمود على فكره ما بيهزرش في اللقطات زي دي، فده كان اول مؤشر ليا في المباراه ان محمود النهارده مش هو محمود اللي احنا عارفينه. عظيم. ناخد اللقطه اللي بعدها. كانت الدقيقة 26 ومطالبة سموحة بضربة جزاء. هاتولنا شباب الحالة يلا. أي دقيقة 26 سموحة كان بيطالب بضربة جزاء داخل. لا هو كان محمود موجود في مكان ممتاز، حسام حسن حط رجله في الأرض، هي مختلفة تماما عن ركلة جزاء الإسماعيلي مع الأهلي اللي احنا قلنا عليها ركلة جزاء اللي تم احتسابها مع رامي ربيعة. فرق شاسع بين اللقطة واللقطة. حسام حسن رجله اتحطت في الأرض مباشرة، وهو اللي جاء قدام اللعيب بعد ما سقط تماما، وبالتالي عمل التلامس برجله اليمين، واللقطة دي استمرار اللعب كان قرار صحيح، مفيش سيموليشن في اللقطة، مفيش ركلة جزاء، واستمرار اللعب كان قرار صحيح من محمود البنا. عظيم جدا. ناخد اللي بعدها. دي كورة لزياد جمال خد فيها إنذار بعد احتكاك مع لاعب سموحة. بالظبط، التهور كان واضح من زياد في نص الملعب مع اللاعب سموحه بالمنظر ده، كان طبعا تهور واضح وكان الانذار مستحق. محمود لم يتوانى واشار الانذار لزياد كامل. عظيم. ناخد اللي بعدها. الدقيقه 67 كانت ضربه جزاء للزمالك واحتسبت وتم الغائها بعد كده بعد تدخل الفار. تمام. محمود الزاويه حتى هو اللي عمل ميل عشان يشوف التلامس اللي حصل والركله الجزاء اللي حصل، لان هو ما كانش يعني زاويته ما كانتش واضحه تماما، وما كانش مقدر اللقطه اللي لعب سموحه لعب الكوره ولا لا. اكتشف ركله الجزاء وانتظر الفار، الفار استدعاه الصباحي. اللقطه بتقول ان لاعب سموحه نجح تماما في لعب الكوره، وبعد كده لاعب الزمالك هو اللي عمل الاصطدام في رجل لاعب سموحه. لعب الكرة بيساوي عدم خطأ. وبالتالي انت لعبت الكرة ما فيش عندك خطأ، وبالتالي رجع الغاء ركلة الجزاء في قرار صحيح، تصحيح الخطأ اللي حصل مع محمد الصباحي رجعه للقطة ورجع صح الخطأ وما فيش ركلة جزاء للزمالك في اللقطة ديت، وقرار صحيح بإلغاء ركلة الجزاء. عظيم. ناخد الكرة اللي بعدها. كرة كانت في الدقيقة 74 ركلة حرة للزمالك، هاني سليمان مسك الكرة بإيده. كانت ايه؟ الكرة دي يا شباب عيدوها تاني بس عشان انا ما خدتش بالي. هو مسك الكرة بايده من عند لاعب سموحة. كانت ركلة حرة للاعب الزمالك. هو بيصفر، هو الكابتن محمود البنا بيصفر عشان فضل ماسك الكرة كتير يا كابتن. تمام، بيضيع الوقت. هو بيصفر عشان بيضيع الوقت وحذره على 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 اللقطة دي. هو المفروض كام ثانية؟ المفروض كام ثانية يا كابتن جاي؟ بيتكلم في اللقطة دي على اللقطة دي، اتفضل. المفروض كام ثانية يفضل هاني سليمان ماسك الكرة قبل ما يلعبها؟ كام ثانية مسموح له؟
هو المفروض قبل قانون تعديل القانون 6 ثواني، حاليا احنا في القديم 6 ثواني دلوقتي. فهو شايف انه عدى 6 ثواني، هو عدى الوقت، بس احنا بنتكلم في اللحظه دي يا كريم دلوقتي مش عادش موجود قوي في ملعبنا او في الملاعب العالميه عموما. بالظبط، بتكلم مع الحارس وبحذره بقول له لو عملت كده هنا لازم تحذير علني قدام الناس كلها عشان اجي احسب الركله زي كده، لان ممكن تعمل لك مشكله كبيره. فاحنا بننصح حكامنا اللحظه دي ما نروحش لها كتير، هي اتعدلت في القانون الجديد او التعديل الجديد الشهر 3 اللي فات، عشان هتطبق في شهر 1/7 اللي جاي، هيتطبق التعديل 8 ثواني، لكن ما عادش حد بيروح لها كتير. او ممكن انا فعلا كابتن جهاد بشوف حراس بيمسكوا الكوره كتير حتى في اوروبا بالمناسبه، والحكم ما بيصفرش، حتى بستغرب بقول لهم الست ثواني هو بس. على فكره هو مش مخطئ يعني محمود مش مخطئ في هو عدى 6 ثواني بس ما عادش بتحتسب بصوره كبيره. لكن بننصح حكامنا ابعد عن المشاكل، وحاول تعمل تحكيم وقائي ما توصلش للمشكله. يعني حذر الحارس وما تحاولش توصل للركله الحره غير مباشره، تعمل لك مشكله ممكن يبقى ده هدف المباراه في ماتش من الماتشات، يبقى المشكله كبيره ونتكلم عليها كتير ونتكلم فيها كتير. يعني هو غالبا الكابتن محمود البنا لو اللي قدامه مش الهاني سليمان ما كانش هياخد القرار ده، بس احساس والباك جراوند اللي عند الحكام بالنسبه للهاني سليمان انه بيضيع وقت خلاه ربما ياخد الاكشن. على فكره وارد جدا يعني فيسيولوجيا ونفسيا ممكن طبعًا. ممكن ده التفكير يكون كده منطقي. طيب ناخد اللقطه اللي بعدها، دي الكرة بتاعت حسام حسن اللي خد فيها الانذار الثاني وكان فيها جذب من التيشيرت لما الكابتن محمود البنا راح للفار، هو الاول اداله انذار ثاني واداله طرد تمثيل. تمام، هو من مكان محمود ما شافش اللي احنا شفناه، الشد اللي موجود ده ما شافش، وبالتالي هو تخيل ان هو الراجل سقط بدون اي تلامس. تمام. طيب معانا حكم فار استدعاه، تعالى محمود انا عندي احتماليه ركله جزاء، راح شاف اللقطه وشاف المسك الواضح اللي كان موجود من لاعب الزمالك واللي ادى الاسقوط. على فكره برضه هو في ذكاء من حسام حسن ان بين الشده بالوقوع، وبالتالي بنتكلم انا لما ارجع لو احتسبت ركله جزاء والغيت الانذار هيبقى كله عنده قناعه بالقرار. لكن هو رجع اصر على قراره، مفيش ركله جزاء ومفيش الغاء للانذار، وبالتالي ده قرار خطا خده محمود البنا. حتى في احلك الظروف لو انت مش مقتنع بركله جزاء على الاقل ترجع تلغي الانذار، وده على فكره مش مخالف لبروتوكول الفار، هو كان مستدعيك عشان ركله جزاء. لا ثواني ثواني يا كابتن جهاد، عايز افهم دي بقى دلوقتي. طب انا بس هسألك السؤال وجاوبني. اتفضل. دلوقتي انت بتقول لي ان هو ممكن يرجع يلغي الانذار وما يحسبش ضربه جزاء. طب ما هو معنى انه معنى ده بروتوكول الفار، فاهم؟ معنى ان هو يلغي الانذار ان هو شاف حاجه ثانيه ضربه جزاء. لا هو شاف شد او ماسك، شاف احتكاك. ممكن هو من وجهه نظره الاحتكاك ده لا يرقى لاحتساب ركله الجزاء، وده على فكره مخالف للحقيقه. الاحتكاك او الشده هي ركله الجزاء. لكن انت حتى لو انت مش مقتنع ان دي ركله الجزاء، على الاقل مفيش سيميوليشن فيها، مفيش تمثيل فيها، لان في شد. فكنت وارد ترجع تلغي الانذار، وده كان قرار اقرب للصح، لكن الصح تماما ركله الجزاء مع الغاء الانذار. شايف انه الاخطاء دي ما اثرتش على نتيجه المباراه. انا عارف، بس بس محمود البنا أيوة. الاخطاء دي ما اثرش على النتيجه، لان الاخطاء كلها كانت في صالح سموحه. ايوه كانت ضد سموحه يعني، فما اثرش النتيجه، سموحه فازت. لكن بنتكلم ان مش ده محمود البنا ولا اداء التحكيم اللي احنا عارفينه. كان في كره اخيره كانت للزمالك سجلها هدف والغيت بدايه التسلل. التسلل النهارده ارتسمت الخطوط بصوره صحيحه، والمساعد كان احتسبها في الملعب، وده حاجه جيده جدا احتسبها في الملعب. لكن بنتكلم ان التسلل كان صحيح، والخطوط ترسم بصوره صحيحه، والغاء الهدف كان الغاء صحيح. الهدف هو امامنا وده تسلل، خلاص حضرتك قلت عليه تسلل. طيب